رئيس الجلسة المحترم، أساتذتي وزملائي الأفاضل، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم أما بعد، في الحقيقة اخترت أن أتحدث اليوم عن موضوع ربما يبدو للبعض أنه يختلف إلى حد ما عن اهتماماتي الفكرية والأكاديمية. لماذا هذا الموضوع؟ لماذا هذا الموضوع المتعلق بقبيلة طالسة؟ هذا الموضوع الذي يبدو كما قلت بعيدا عن اهتماماتي، لا سيما بحوار الأديان والحضارات وصورة الإسلام، هو في آخر المطاف أنه يتجذر في الذات وفي الهوية، لا سيما الهوية الانطالسية التي والريفية التي أمثلها. سوف لن أتناول هذا الموضوع كمؤرخ، لأني لست مؤرخا ولا حتى باحثا في التاريخ، بل سوف أحاول ما أمكن أن أقارب هذا الموضوع لأسباب متنوعة، من بينها مثلا أن هذا التاريخ أنه في الحقيقة مطموس، أنه لم يبحث بشكل مستقل وفي بحوث أو دراسات أو كتب خاصة. هذا التاريخ الذي يظل مشتتا في مختلف الكتب، في بطون الكتب والمقالات، سواء باللغة العربية أو الإسبانية أو الإنجليزية أو غيرها. ثم أن المسألة أو الهاجس الذي يسكنني، وهو أنني لا أكتب عن تاريخ الماضي، وإنما دائما أحاول ما أمكن أن أكتب عن تاريخ المستقبل، لأن الكتابة عن تاريخ المستقبل هي كتابة ضرورية، بل تقتضيها الضرورة التي يسميها الضرورة الهويتية، لا سيما فيما يتعلق بالأجيال الصاعدة. أعتقد أن ربما أكثر من 99% من المطلسيين لا يعرفون شيئا عن تاريخهم، وهذا ربما قد ينطبق بشكل أو بآخر على باقي القبائل في الريف وفي المغرب. بل وأكثر من ذلك، فإن المطلسيين الذين يعيشون في أوروبا، لسيما في هولندا وبلجيكا، وهم يشكلون أكثر من 50% من ساكنة طالسة، بل وأن من بينهم حوالي 50% التي ولدت في الغرب، أنها ولدت في الغرب، وأنتم تعلمون ماذا تعني الهوية في الغرب. الهوية مسألة ضرورية. الهوية هي to be or not to be، تكون أو لا تكون، كما جاء على لسان شخصية هاملت في إحدى مسرحيات ويليام شكسبير كما تعلمون. هذا الهاجس هو الذي جعلني أنني أشتغل على هذا الموضوع. بداية كانت عام 2010، لكن للأسف الشديد أنني توقفت لاهتمامات أخرى، لكن سنحت الآن الفرصة لأن أعود إلى هذا الموضوع وأبحث فيه من جديد، علي أكتب شيئا أو أترك شيئا لهذه الأجيال، وكذلك علي أفتح شهية الباحثين الشباب للبحث أكثر في هذا الموضوع، لأن فيه الحقيقة سراديب كثيرة وجوانب كثيرة التي تحتاج إلى البحث التاريخي. ومعنا أستاذنا الفاضل دكتور مصطفى الغديري، الذي اهتم بجوانب لا سيما من تاريخ طالسة في عهد الحماية، وأنا سوف لن أتحدث عن عهد الحماية بقدر ما سوف أتحدث عن أمور أخرى تتعلق كما ترون هنا بالمفهوم والمجال، ثم الأصل الأمازيغي لطالسة، وحاول ما أمكن أن ألخص وأوجز. ربما هذا العرض التقديمي والرقمي ربما سوف يساعد الحضور الكريم على تتبع بعض جوانب هذا الموضوع. فمصطلح
مطالسة أو إبذارسن كما نقول بالريفية أنه متنوع جدا فيما سواء على مستوى الاشتقاق أو النطق أو الدلالة. فعلى مستوى الاشتقاق مثلا أنه يشتق من الجذر اللغوي الرباعي مطلسة أو مدرسة بالريفية، ولكن هناك كذلك في معاجم أخرى إشارة إلى الطلسة جذر ثلاثي طلسة. فهذا الاختلاف في البنية المورفولوجية أن هناك اختلاف، لكن هناك كذلك حفاظ على الجذر الرباعي. وكما ترون هناك مصطلحات كثيرة أنها على مستوى النطق أننا نستعملها سواء في اللغة العربية أو الأمازيغية الريفية أو كذلك اللغات الأجنبية بما في ذلك الإسبانية والفرنسية والإنجليزية وغيرها. هناك تطابق في البنية والنطق ويواكبه كذلك تطابق في المعنى. هذه مرادفات، أن المعنى هو معنى واحد، أنها تشير إلى مطالسة، إلى قبيلة، إلى مجال الذي هو مجال مطالسة. ونجد أنه مثلا في اللغة العربية أن لفظة مطالسة هي السائدة، بينما في الأمازيغية وأمازيغية الريف إبذارسن. أما في اللغات الأخرى فنجد مثلا نجد لفظة مطالسة. مستوى الفينولوجيا، أن هناك كما قد تدركون أن هناك بعض الحروف التي تنقلب في اللغة العربية من مستوى النطق إلى مستوى آخر، كما هو الحال بالنسبة في هذا المصطلح، مصطلح مطالسة مثلا الذي انقلب إلى إبذارسن. فنجد أن الميم انقلبت باء والطاء ضاء واللام راء. هناك كذلك اختلاف بحسب اللهجات على مستوى نطق كلمة، إما إبذارسن باللام أو إبذارسن أو إبذارسن، إبذارسن براء أعتقد مخففة أو مركزة. أمر الآن إلى المستوى الدلالي وهو جد مهم، وأحاول ما يمكن أن أتحدث فيه عن أربعة عناصر مهمة. قبل ذلك أبدأ بالمستوى المعجمي. فمن خلال بحثي أنني لم أكد أن أجد تعريفا لمصطلح مطالسة في المعاجم اللغوية، باستثناء حسب اطلاعي المتواضع، ربما هناك مصادر أخرى لم أطلع عليها، باستثناء المعجم العربي الأمازيغي لمحمد شفيق الذي جاء فيه أن دلالة مصطلح أبذارس أو أمذارس مستوحاة من المجال الجغرافي الذي يستقر فيه المطالسيون وهو منطقة مطالسة. أما في المعاجم اللغوية الأخرى بما في ذلك اللغوية العربية، نجد الجذر طالس أو الباء الطاء اللام السين وهو جذر الرباعي، لكنه أهمل كما جاء في معجم تاج العروس للزبيدي، فأهمله الجوهري وابن منظور، ثم بطليموس الذي يعني حكيم يوناني، وهو كذلك اسم لكل من ملك يونان. المستويات أو العناصر التي أشرت إليها وهي أربعة عناصر حاولت ممكن أن أجمعها فيما يأتي. مثلا في تاريخ أبي الفداء المشهور بالمختصر في أخبار البشر وردت كلمة بطالسة كما في هذا المقطع على الشاشة، إن ملك مصر وبعض الشام والمغرب البطالسة وهم ملوك اليونان إلى آخره. ماذا نستشف من هذا النص؟ نستشف أن بطاليس هو جمع بطليموس، واسمه علم لكل ملك يوناني حكم بعد سقوط الإسكندر، وتشير المصادر التاريخية إلى 13 ملكا يطلق عليهم البطاليس. ثم المعنى الآخر للفظة بطاليس وهي أنها كلمة يونانية أنها مشتقة من الحرب وتعني أسد الحرب. العنصر الثاني الذي استقيته من بعض المصادر التاريخية وهو أن بطليموس كان ملكا مغربيا أو موريتانيا، سيما في موريتانيا الطنجية، وهناك تفاصيل تاريخية
لا يسمح الوقت بالتوقف عندها. عنصر الثالث وهو إحالة المبشر، وأنا أسميه المستعرب، أوجست موليراس في كتابه المغرب المجهول إلى كلمة لم طالسة بهذه الصيغة، وجاء في إحدى الهوامش أنها كلمة عربية تمزقت فيما بعد ويجب كتابتها المطلسة، هكذا المطلسة كما على الشاشة، لكن كما يقول أوجست موليراس: حافظت على النطق المحلي تبعا للقاعدة الثابتة التي اعتمدتها، وفي العربية الجزائرية تعني المطلسة المغطاة ب أو المختفية تحت. وعرفت هذه القبيلة بهذا الاسم لأنها كانت ممتلئة بالأجانب الذين استقروا بها كفاتحين منتصرين. هذا يعني أن كلمة المطلسة هنا أنها تعني المحو، التغطية، الإخفاء، وهذا ما في الحقيقة وجدته كذلك في بعض المعاجم العربية، من بينها لسان العرب الذي جاء فيه طلس وجهه وغيره بالدهان ونحوه، غشاه به وانطلس أمره خفيا. هناك في الحقيقة إشارات مختلفة إلى أصل هذه الكلمة، مثلا كما أشار ابن أبو الفداء أنها أصلها يونانية، ثم الآن نرى أن أوجست موليراس يشير إلى أنها عربي، ثم عند ابن منظور في لسان العرب ربطها كذلك بما هو فارسي، لا سيما كلمة الطيلسان وغيرها. ومر إلى المعنى الأخير أو العنصر الأخير الذي يتعلق بمعنى القوة والشراسة والبسالة، فبطليموس كما جاء عند أبي الفداء فهو يعني أسد الحرب. ثم حسب الحسن بن محمد الوزان الملقب باليون الإفريقي في كتابه وصف إفريقيا، أنه في هذا الكتاب أنه يصف قبيلة يسميها البطالسة بأنها شرسة تملك عددا عظيما من الخيل والإبل والغنم والإبل، وكثيرا ما يكون هؤلاء الرعاة في حرب مع من يجاورهم من الأعراب. هذا يعني أو هنا وضعت تساؤلا من الأهمية بمكان، هو من أين استقى ليون الإفريقي هذا الوصف؟ هل استقى ذلك من مصادر تاريخية أم أنه استقى ذلك من مشاهداته الواقعية؟ وهذا السؤال جد مهم يبقى مشرعا للبحث. وهذا يعني من خلال هذه العناصر أن كلمة مطالسة أنها تشير إلى أربعة معان، أنها محتملة، أنها إما مستمدة من بطالسة أي ملوك اليونان، أو أنها مستمدة من الملك الأمازيغي بطليموس، أو أنها تعني الشيء المغطى والمختفي كما عند أوجست موليراس، أو في الأخير أنها تعني القوة والشراسة. في خلاصات كثيرة، في الحقيقة في إحدى خلاصاتي وجدت أن هذه الكلمة ربما المعنيين الأخيرين، الشيء المغطى المختفي، ربما قد يعني كلمة مطالسة، لكن بماذا كان هذا مغطى؟ كما أشار موليراس أنه كان مغطى وآهل بالسكان وبالجنود الفاتحين، لكن لماذا لم يطلق هذا على مناطق أخرى كانت كذلك آهلة بالجنود والفاتحين؟ هذا السؤال يبقى مفتوحا. القوة والشراسة هي صفة من الصفات، وليس لا يمكن أن نختصر كل مطالسة في القوة والشراسة، وإنما هناك صفات أخرى. لذلك فأنا ربما قد نميل إلى ما أطلقه محمد شفيق في معجمه، أن هذا الاسم يطلق فقط على القبيلة التي كانت تعيش في هذا المجال الجغرافي، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا للبحث: من أين جاء هذا الاسم؟ مثلا عندما نتكلم عن ابن توزين نجد أنهم ينسبون إلى جدهم أو أبيهم، في حين مطالسة لا ينسبون إلى جدهم أو أبيهم بالمقارنة مع القبائل الأخرى. تجد بني وليشك، بني سعيد، بني توزين، بني بوحي مثلا، ولكن مطالسة لا تجد بني مطالسة وإنما تجد مطالسة. إذن هذا ما يضع الكثير من الأسئلة التي تظل مفتوحة للبحث. والآن أمر بسرعة، أنا أعرف أن الوقت يداهمني، أمر إلى مسألة أساسية وهي الأصل الأمازيغي للمطالسة، لأن هذا السؤال يطرح دائما، ونحن المطالسيين نعانينا من هذا السؤال، لأن كان ينظر إلينا عندما كنا صغار بأننا لسنا أمازيغ، بأننا نتحدث العربية،
ولكن هذا غير صحيح. فالطلسة هم من أصل أمازيغي وبربري، وهناك أدلة تاريخية معي أستاذي الفاضل مصطفى الغديري التي تؤكد هذا الجانب، وعلى رأسها ابن خلدون الذي اعتمدت عليه شخصيا، وقد جاء في هذا النص وهو حقيقة نص من الأهمية القصوى بمكان جاء فيه. وأما نهر ملوية آخر المغرب الأقصى فهو نهر عظيم منبعه من فوهت في جبال قبلة تازة، ويصب في البحر الرومي عند غساسة، وعليه كانت ديار مكناس المعروفة بهم في القديم، ويسكنها لهذا العهد أمم أخرى من زناتة في قصور منتظمة إلى على النهر، يعرفون بأوطات ويجاورهم هنالك، وفي سائر نواحيه أمم من البربر، أشهر من فيهم بطالسة إخوة مكناسة. إذن من خلال أو على انطلاقا من هذا النص الجد مهم، ماذا نجد؟ أنه يؤكد ويثبت أصل طالسة الأمازيغي بقوله هم أمم من البربر، وهناك تفاصيل كثيرة أشار إليها ابن خلدون لا يسع الوقت لتناولها. ثم الإشارة الأخرى الانتماء الزناتي، حيث يقول ويقال مكنة وبنو ورتناجة أربعة بطون سدرجة ومكسة وبطالسة وأكته، ثم إخوة مكناسة بطالسة من بطون مكناسة. لكن هذا لا يعني أننا ننفي كذلك وجود قبائل أو بطون عربية في منطقة مطالسة، هناك بطون كثيرة لعبت كذلك دور كبير، فهي موجودة في الواقع، أنها موجودة، هناك بني وكيل، بوفرقوش، العبابدة، هناك أولاد ملوك إلى آخره، لكن عاشت في تعايش مع الأمازيغ مطالسة، بل وأصبحت تشكل في هذه المنطقة نوع من التعددية الثقافية التي ربما لا نلمسها في مناطق أخرى، وهذا من بين الإيجابيات هذا التعايش. ثم الآن أمر إلى مجال المطالسة قديما، أبدأ بهذا المجال قديما، المجال الذي يسمى صحراء كارت نسبة إلى نهر كارت قلنا شرط بالأمازيغية. فمطالسة كما جاء لدى البكري في كتاب المسالك والمماليك أنهم جزء من إمارة، كانوا جزءا من إمارة بني صالح في نكور التي امتدت إلى مرسى ملوية شرقا، و هذه الإمارة امتدت من كما ترون هنا من 123 إلى 305 للهجرة. ثم الصحراء كما جاء لدى ليون الإفريقي، فصحراء كانت جزء من مملكة فاس، إمارة بني مرين من نهر أم الربيع غربا إلى نهر ملوية شرقا، وكانت تشغل الريف الكبير كله وتنقسم إلى سبعة أقاليم وهي كالآتي: دستمسنا منطقة فاس، أصغر الهبت الريف، وكرت والحوز. فلكل إقليم كانت له إمارته الخاصة، ولكن هذه الأقاليم كانت كلها أنها تنضوي تحت أسرة بني مرين التي اتخذت فاس عاصمة لها. وهنا نص من الأهمية بمكان ورد في وصف إفريقيا لدى ليون الإفريقي، جاء فيه: تنقسم منطقة كرت إلى ثلاثة أقسام، يشمل الأول المدن وإقليمها، والثاني الجبال التي تحدثنا عنها في مكان آخر كما يشير، ويحمل سكانها إجمالا اسم بطيوية. بعض الأحيان لأن البارحة تحدثنا عن هذا المصطلح البارح. والثالث صحراء تبتدئ شمالا عند البحر المتوسط، تمتد إلى صحراء منطقة الحوز. الحوز أنا بحثت والله لا أعرف، ربما الأساتذة سوف يصححون لي، لأن في منطقة الحوز بعيدة جدا بعيدة جدا، لا أعرف هل هناك منطقة أخرى للحوز قريبة منا. وتتاخم غربا الجبال المذكورة آنفا، وتنتهي شرقا على نهر ملوية، يبلغ طولها نحو 60 ميلا وعرضها 30، وكلها جافة وعرة، لا يوجد فيها ماء إلا في ملوية، ويعيش في هذه الصحراء عدد وافر من الحيوانات التي لا يوجد مثلها إلا في صحراء ليبيا المتاخمة لنوميديا. ومن عادة كثير من العرب أن يقيموا بها في الصيف قرب ملوية، وكذلك القبيلة التي تدعى البطالسة، وهي الشرسة، تملك عددا عظيما من الخيل والغنم والإبل، وكثيرا ما يكون هؤلاء الرعاة في حرب مع من يجاورهم من الأعراب. لا أعرف الوقت كم بقي أو أنني استوفيت الوقت هناك، وفي الحقيقة حللت أنا هذا النص، ولكن سوف أترك هذا الجانب وأمر إلى مجال مطلسة اليوم. ومجال مطلسة اليوم هو من بين مميزات مطلسة أنها موزعة على
عدد كبير هائل من الأقاليم. كما ترون هنا مطلسة تمتد، قبيلة مطلسة، وابن بوحي هي مطلسة في الحقيقة، هي كانت جزء لا يتجزأ من مطلسة قديمة، لأن لا نجد أثر في المصادر القديمة لابن بوحي، بل بعض المصادر التي كانت تصف صحراء كرت التي كان يسكنها بطالسة أنها كانت تشير إلى هذه المنطقة أنها منطقة تابعة لقبيلة مطلسة. عند ابن خلدون مثلا وعند غيره تتوزع قبيلة مطلسة على مختلف الأقاليم كما ترون هنا، في إقليم الدريوش نجد مثلا في الدريوش في جماعة مطلسة ولدوكر عين زورا، وهو في الحقيقة هو الأساس بالنسبة لمطلسة، ثم إقليم جرسي في جماعة مزقيتام، إقليم توريرت في الأرباع أولاد إدريس أولاد يشو، ثم إقليم الناظور وتازة، وكذلك مطلسة أوروبا. هذه مسألة جد مهمة، لأن هناك أعتقد 50% تعيش، ربما 50,000 أو 60,000 من مطلسة يعيشون في أوروبا. هناك خرائط متنوعة لمطلسة، سوف لن أتوقف عندها، فقط سوف أمر إلى آخر أعتقد نقطة. هناك قبائل البطون مطلسة، ثم مطلسة بعيون أوروبية، فهذا في الحقيقة بحث يحتاج إلى بحث خاص لسيما للباحثين الحاضرين معنا، وجد مهم. كما مثلا في عند أخوان باندو في تاريخه السري لحرب الريف نجد إشارات متنوعة لسيما في عهد الحماية إلى مطلسة مثلا أنه يطلق عليها كما على الريف، مناطق أخرى من الريف، بأنها بلاد السيبة، ثم أن يقول أن شرق الريف أنها صحراء جرداء، يشير إلى أن في أحد أقواله وبعد هنيهة تظهر أبراج الدريوش الحمراء التي تشبه حصنا صغيرا منزويا في الصحراء الريفية، والدريوش كما تعلمون أنها حاضرة مطلسة كما أن مذار حاضرة بن توزين. ثم أنهي هنا بأوجيست موليراس في مغربه المجهول، حيث تناول مطلسة وكذلك القبائل الأخرى بشكل في الحقيقة في شكل موسع، أشار إلى الأسواق، أشار إلى الساكنة، أشار إلى العادات والتقاليد، أشار إلى الحروب، واقتبس منه هذه الإشارة في الحقيقة هي جد مهمة، أنها تكشف بشكل أو بآخر عن طبيعة الحياة التي كان يعيشها المطالسي في هذه الصحراء لصحراء كرت كما جاء هنا، وكفارس شجاع فإن المطلسي لا يفارق حصانه أبدا، مثلما لا يفارق بندقيته الإنجليزية أو الإسبانية التي اقتناها من المهربين بالشواطئ الريفية. وأكتفي بهذا وأشكركم شكرا جزيلا على حسن الانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.